شاءت الظروف أن نكون نحن فريق من موقع الجنوب في جولة داخل مدينة صور، وإذ بنا نسمع صراخا حادا ونداءات: يا عالم بدنا ناكل، شو من نام بلا عشاء، والله الله ما قال. فتقدمنا وكانت المفاجأة الحاجة فدوات من جديد، ولكن هذه المرة بلا فضائح ولا شتائم، أرادت أن توصل صوتها لعل قوتا يدق بابها أو مبادرة خير تزين حياتها. صرت قصت كلكن بتعرفوها. أنا يا جماعة بدي عيش، أو بتتركوني استرزق باع الكورنيش شوية فول وترمص لطعمي هالولاد، أو يا ولاد الحليل أمنولي شغل. أنا شو عم بطلب شي منكم؟ خي بديش شي من حدا، أمنولي شغل، بيتي فاضي. والله جابوا لي هالكنبايات وهالبراد، عرفتوا شو؟ وين بقيت عفشة؟ بدي غراضي أنا على البيت، مش قادرة أروح جيبن. أنا بتجيبوا لي شغل لاشتغل وعيش مثل هالعالم، عمله معروف بيون ما بيطلع فيهن، إله 11 سنة ما بيطلع فيهن، ما بيكفي لهن، يعطينا شهرية. وأنا بعرف والله إنه نحن ملجأنا الدولة، لما أنا بدي روح على المخافر ولعند الدرق ويقوموا يزعبوني وما يجيبوا طليقة ليعطينا شهرية لأولادي ويدعموا كل دعمته، شو بعمل أنا لك بحالي؟ يعني أنا على كل حال بنشهد الدولة، الله يطول عمركم، الله يطول عمرك يا ريس رهيف، ريس رهيف رمضان ابن حليل وإيدمه، أنا بلجأ لك إليك، إلي الله وإنت، بدي إياك أنا توقف معي وما تتخلى عني.